وماذا؟ ثم النقطة التي حدثنا فيها من قبل هو الأمن من مكر الله، اللي تحدثنا عنه والخميس في الايه اللي هي كبائر القلوب. نعم. كبائر القلب، أن آمن من مكر الله. كيف يعني لا يأمن الإنسان من مكر الله؟ أنا من الواجب بعد الصلاة أسأل نفسي، هل يا ترى صلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ طب إيه شروط الصلاة المقبولة؟ لابد من هذا السؤال. صحيح. كيف تقبل الصلاة؟ أولا تقبل إذا أتممت أسبغت وضوءها وأتممت ركوعها وسجودها، دي في الصورة القائمة اللي هي إيه؟ إسقاط الفريضة. يعني كيف تسقط الفريضة؟ الأقاويل والأفعيل المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. إذا تسقط الفريضة. على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أين الثواب؟ الثواب في قيمة ما خشعت أنا به وما وعيته. يعني أنا مركز في الصلاة في ركعة. يبقى الصلاة دي كم على كم من 100؟ 25%. و 75% ساقط. الباقي. خشعت في ركعتين وسهيت في ركعتين، يبقى 50%. طيب والصلاة تقبل 100% ولا تقبل؟ لا، لابد ان تقبل 100% الا ما يعقل منها. هي نص الحديث كده. يعني حتى العلماء اباحوا لنا ايه؟ نفرض ان انا اقرا كده الشيطان اخذني بعيدا. نستعيذ. الله يرضى عليك، وهذا لا يبطل الصلاه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اقول اعوذ بالله في وسط الصلاه. نقطع القراءه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اعود. ياخذني الشيطان في قصه. استعيذ واعود مره اخرى. ولا نعيد الفاتحة ولا نعيد الركعة، لا لا تعاد. ليه؟ لأن لو تعودت على الإعادة لصنعت في الصلاة ما لا يجب أن يصنع فيها. أو أضفت للدين ما شيئا. يعني بعضهم يسأل كيف نخشع في الصلاة. نعم. يعني كيف ندخل إلى الخشوع في مسألة الصلاة ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف أخشع في الصلاة وجوارحي قبل الصلاة غير خاشعة؟ جميل. يعني كيف أخشع في الصلاة وأنا أغتابك وأنم في حقك وأتكبر عليك وأحتقرك وأنظر إليك من علي ومالي حرام او شبهه واظلم من حولي ثم اخشع في الصلاه؟ هي واحده واحده. صح. الذين خشعوا في الصلاه خشعت قلوبهم لطاعه الله قبل الصلاه، فلما دخلوا الى الصلاه خشعت الجوارح. لكن لماذا لا تخشع الجوارح؟ يعني لما عبث الرجل بلحيته هكذا في الصلاه قال صلى الله عليه وسلم، اي كيف يخشع ان لم تخشع جوارحه؟ لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه كان قلبه المسيطر. طب يخشع كيف؟ اولا اذا كان مالي حلالا. كان ابن عمر يركع او يسجد عند الكعبه فتقف الطيور، تحط الطيور على ظهره تستقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضعت اناء مليئا بالماء على ظهره الشريف لاستقر. هذا سبحان الله، يعني زاويه قائمه هكذا حتى يتم الركوع. يتم سبحان الله. نعم. وكان لا اله الا الله، يعني صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوه. والحمد لله عندنا في الكتب في البخاري ومسلم وصفه الصلاه كانك يعني كان بين عينيك نرى. كانك ترى. نعم.